يلا تعالي، عاوزينك في الإدارة بسرعة. أنا موقفي أصبح في منتهى الإحراج أمام مجلس الإدارة. في السنة الأولانية ضاع مني ترقية، مين عارف المرة دي هيجيني إيه؟ ياسمينة يا سعادة البيه. زي ما قالك حضرة الملاحظ، اسمك بالكامل ياسمين حسين السيد عبد الودود. انت امبارح بعد ما خرجت من المصنع رحت فين؟ احنا ما بنخرجش على الساعة، اول ما بنسمع الصفرة بنغير هدومنا ونروح. انت بتقولي احنا ليه؟ انا بسألش على الكل، انت بالذات روحتي الساعة كام؟ طب انا واحدة من الكل. وبعد ما خلصت من العمل رحتي على فين؟ الله، رحت مطرح ما رحت جراية حسين. ده لو عريسي سألني السؤال ده كنت خدت على خاطري منه. ياسمينة. نعم. انت عرفتي طبعا ان المصنع اتسرق. ما كل البنات عرفوا، اشمعنى اللي بتسألوها؟ جرايا يا استاذ حسين، انا اشرب بنت في المصنع ده ولا لا؟ شوفي بقى، السؤال اللي اسألهولك تجاوبي عليه وبس. طيب. انت امبارح كنت موجودة في المصنع بعد العمال والموظفين ما انصرفوا، فعشان كده جبناكي نسألك. انا؟ اصل امبارح بعد ما روحت فتحت شنطتي ما لقيتش الكيس، افتكرت اني سبته في البالطو. بعدين اخدتها جاري لغايه المصنع، لقيت البوابه مقفوله، فضلت اتحايل على اساس ما انه يدخلني مرضيش. دخل هو ورجع قال لي مفيش، وبعدين وراح الكيس. لا يا بيه، المال الحلال ما يروحش ابدا. لقيته النهارده الصبح جنب الحنفيه. اندهلي اسماعيل. كانت الساعة كام لما ياسمينة جات لك يا اسماعيل؟ بعد ما قفلت البوابة بربع ساعة. وزميلك كان فين؟ كان موجود. انت قلتي انك قابلت اسماعيل بس وتحايلتي عليه.
لقيت الاثنين يا بيه، سي اسماعيل وسي علي. يعني اسماعيل دخل يدور على الكيس وفضل علي. بعد ما رجع اسماعيل دخل علي. اصلها غلطتي من الاول يا بيه، انا اللي قلت لهم ان الكيس في مريالة. ها مظبوط الكلام ده يا اسماعيل؟ مظبوط يا بيه. انا عمري ما اكذب يا بيه، وعمر انسان ما خونني، انا طول عمري عايشه شريفه، واشرف مني ما تلاقيش والنبي يا بيه. ما تركوش اي اثر وراه، لا بصمات ولا ابواب مكسوره، وده يؤكد ان العصابه لها شركاء داخل المصنع. مش جايز يكونوا اخذوا رشوه وافتعلوا تمثيليه ضربهم وتكتفهم؟ ايه المانع يا فندم ان احنا نعين ملاحظ بمعرفتنا؟ نضمن منين انه ما يستجيبش لاغراء الماده هو كمان؟ لا يا فندم، انا قصدي واحد من رجالتنا احنا. هي فكره مش بطاله، بس لازم يكون غير معروف للمنطقه. فعلا؟ بتفكر في حد معين؟ ايوه يا فندم، في واحد ينفعنا قوي، الرقيب امين محمد حسني، اشتغل معايا كتير واثبت جداره كبيره. انت يا اخينا ما تفتحلي الباب. ايه عايزه ايه؟ انت الباب الجديد؟ انا ظابط الامن، عايزه ايه؟ انا موظفه هنا. في مواعيد للدخول والخروج. ليه؟ هي مدرسه؟ اخصموا مني ربع يوم وايه يعني؟ حكايه الربع دي اتلغت. مين لغاها؟ انا. يا اسطى حسين، يا اسطى حسين، ما تشوف الجدع ده مش عايز يفتحلي. دي واخدة إذن من امبارح بتأخير ساعة يا سامين. وما قلتليش كده ليه من الأول؟ حقك عليا. لا صلاح. هو ده اسمه إيه؟ شوف أكل عيشك. إجري. طب ما تشخطش. الورانيه اللي في ظهر اسم الفتله هي نقطه الضعف، يعني ممكن المخزن يتسرق من غير البوابه ما تتفتح. فعلا السور واطي قوي. اعمل مذكره وانا امضيها لك، نقدمها لمجلس اداره، نعمل مقايسه ونطلع السور متر كمان. على ما نعمل ده كله يكون المخزن اتسرق. امال تفتكر يعني هنعمل ايه؟ انا عايز كشكليه في الحته دي. معنى كده انك هتقيم في المصنع، يعني مش هتخرج منه ولا ليل ولا نهار. انا راضي. ليه يا اخي؟ هو انت ما عندكش بيت؟ عندي طبعا. طب تسيب ولادك؟ انا مش متجوز الحمد لله. يا سلام، لغايه دلوقتي. طلع ايدك من جيبك، طلع ايدك من جيبك. طب سيبني بسيبك كده ليه؟ بقول لك طلع ايدك من جيبك. سيب ايدي. مخبي ايه؟ معلش يا سامين، دي حاجه بسيطه يمكن نساها في جيبه. يا سامين من فضلك كل واحد يتكلم عن نفسه. صلاح الكنل ده عندك. انا بقى هطلع اللي في جيبي من غير تفتيش اهو. اوعى يا بنت انا مستعجله. افتح الشنطه. ليه؟ خلصينا يا ياسمين. لا في ايه يا صلاح؟ مش عاوزه تتفتش. اطلع من الصف، خش جوه. أفندم مش عايزة تحترم النظام ليه؟ فوضى بتسميها نظام؟ يا سلام. وحياة عبد السلام. طب افتحي الشنطة عشان تروحي. مش فاتحاها، وريني هتعمل ايه؟ اوعى سيبني، ما انتش مفتشني. غصب عنك. ها، لقيت حاجة؟ ما تفتشني أنا كمان، يمكن أكون مخبية حاجة جوه هدومي. ما تفتش. مكسوف؟ ما تفتش. لا لا يا امين، اسلوب القسوه مع العمال زياده عن اللزوم. اللجنه النقابيه احتجت، وكمان تصرفك مع البنت دي
يا فندم هي اللي عفرت معايا في الكشك. عفرت معاك علشان كنت عايز تبوسها. انا كدابه؟ الحقني يا بيه، شايف سعادتك وعايز يضربني قدامك كمان. روح يا شاطره شغلك. حاضر. منك لله. بنتي ما تربتش. صنف الحريم ده خطر، لازم تحترس وانت بتتعامل وياه. يعني ايه؟ لا، لو شفت بنت اضرب لها سلام. انت ما اتعاملتش مع حريم قبل كده؟ ولا اقبله. عشان كده انا بستغرب، بشوفك بتعامل الولد زي البنت. تمام والله، اذا كان المدير عايز نعامل البنت شكل والولد شكل، يبقى فين النظام؟ تعالى يا سامي شوف لنا حل. ايه في ايه؟ خناقه جوه العنبر. خليك انت. اي الحقوني حجوني متوحشه. اوعى اوعى تمني انت كمان. تعالي بس. انت يا قليل الادب، اصل ما لكيش اهلي يلموك. راسي قطع لسانك. اوعى تمني. تعالي هنا. مجنونه سويه، تعالي بس. انت مالك يا اخي؟ بس ابني تعالي اهو. سيبوني عليها. اسكت. يلا يا بنات كل واحد تروح تشوف شغلها. يلا. ايه ده؟ فتشهم حته حته ولا اجيب لك نظاره معظمه عشان تشوف بيها كويس؟ فتش. طب لم الكراكيب دي، لم. لا مؤاخذة. اوعى تنسى يا سامين الليلة عقبال عندك. ربنا يتمم بخير. عارف لو ما جيتش هزعل منك. لا جاي بإذن الله. يا مرحبا. الله يبارك فيك. اتفضل جوه. لا معلش انا مش قاعد. ليه وراك ايه؟ المصنع ده انت عارف. يا امين ده فرع اخوك حسين. وحياتك عشان كده انا جيت. الشربات هنا بتولي. انا هشرب الشربات واتكل على الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. Thank you.
الحمد لله اللي جت على كده. انا خايفه خايفه قوي. طيب 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 بقول لك خايفه قوي يا سي امين. خايفه. هوصلك هوصلك. ربنا يخليك ليا. استنيني انت في المكتب. عشان تصدق ان كل الناس بتكرهك. هي البت فوزيه اللي ضربتها حطتهم لي في الشنطه عشان تغيظني وانا مسكينه ومظلومه. والنبي يا سي امين. طب بس فتح عينيك المره اللي جايه. حاضر. روح انت وانا هرجعه. بس ما تبلغش الاداره والنبي. عايزاك في حكاية. حكايتي ايه؟ حكاية مهمة قوي. بس والنبي ما تكسفنيش. ايه هي يعني؟ ما تسألش هنا. امال تتقال فين؟ زي ما تحب بس مش في المصنع. طب ما انا موجود في المصنع هنا ليل نهار. يوم اجازتك مش هعطلك والنبي. الله، اما النهارده الميه حلوه بشكل. تيجي تاخد غطس معايا ولا محرجين عليك في الشغل من نزول البحر؟ لا ابدا. الله، ومالك واخد الدنيا جد كده ليه؟ بحبحها شويه. فك التكشيره اللي على وشك دي. الحمل اللي شلته على كتافي من اول ما وعيت على الدنيا ما خلاش عندي وقت اضحك وافرفش. انا زيك تمام، ربيت اخواتي، كنت بحرم نفسي من كل حاجة عشان أسعدهم. وده اللي خلاك ما اتجوزتش لغاية النهاردة؟ فعلا. طب ودلوقتي؟ دلوقتي الحمد لله أهو واحد دكتور في ألمانيا والتاني مهندس في مصر. خلاص فرفش بقى، نفسي أشوفك بتضحك. أهو كده. ياسمينة دقيقة واحدة. مين ده؟ ابن خالة ابن عمتي. ظاهر واخد عليك قوي. اصل مربين. ايه انت بتغير ولا ايه؟ انا؟ لا ابدا. اللي بيحبوا هم اللي بيغيروا. وانت يا سي امين بتحب؟ ياسمين. ياسمين انا الحب مش بالشكل ده وتغير عليه من ده وده. الله ايه رايح فين؟ مروح. الله مش متفقين نتغدى هنا؟ ما اقدرش جوزهم يضربني. طيب هشوفك تاني امتى؟ مش عارفة. بعد بكرة؟ لا الاسبوع الجاي زي دلوقتي. سعيدة بقى. طب اجي اوصلك. لا لا ما تتعبش نفسك. سلام. اتأخرت عليك؟ كنت هستنى ربع ساعة كمان وامشي. وهون عليك؟ ما انا بقالي ساعتين مستنيك. ووراك ايه يعني؟
مصنع. مصالح هناك. ورديته خلصت من ساعتين. والنبي انت بتفخس في روحك يا سي امين، ده انت لو ورث المصنع ده من اهلك ما كنتش تحافظ عليه بالشكل ده. اكل العيش يا سمين. عيش؟ هو فين العيش ده يا حسره؟ ياسمين مالك؟ سكت ليه؟ انت عايزني اقول لك ايه يعني؟ انا ملاحظ انك اتغيرتي. دايما بتهربي مني. كل ما اجي اكلمك في المصنع تبعدي عني. ياسمين انا بحبك. بحبك. وانتي؟ ها؟ مسعدة! ايه؟ سيبك منهم دلوقتي. اصلنا متوعدين نتقابل هنا. انت قلت لهم اننا عازمين. وفيها ايه؟ لا ابدا. بس كنا عايزين نقعد لوحدنا. معلش. تعالي يا مسعدة تعالي تعالي. صباح الخير يا بنت. اقعدي، ده حضرة الملاحظ نبطشية راحة. اقعدي اقعدي. اسكتي يا ياسمين، مش كنت هتنشل النهارده الصبح في الترماي؟ ازاي؟ حسيت بواحد بيحط ايده في جيبي. وعملتي ايه؟ قضيته. جاتك خيبة؟ كنت سيبيه ينشل الكيس، يمكن لما الاقيه فاضي يحن عليك ويحط لك فيه حاجة. ما بتضحكش ليه يا سي امين؟ اصل سي امين مخاصم الضحك. الله، رايح فين لسه بدري؟ رايح المصنع. اخس عليك يا سي امين، دي لسه القعدة هتحلو. معلش. سلام عليكم. طب مع السلامة. الله، هو حضرة الملاحظ مش زعلان ولا ايه؟ ولا يهمك، بكرة يروق. تشربوا يا بنات. ايه ده يا سمين؟ ايه في ايه؟ باش مهندس عاوزك، قلت له انك بتلف في العنابة. من امتى؟ لسه حالا. بصراحة انت مش عاجبني. كل يوم كل يوم. يا اخي اتجوزها واخلص. وحياتك بفكر في كده بس. مش عارف فتحها ازاي. طب يلا اخويا كلم الباشمهندس وبعدين ابقى افكر على مين. ايوه يا فندم. عاوزين نشد الحراسة لان الخامات هتوصل بعد يومين ثلاثة. انا يا فندم عامل ترتيبي. اذا كنت عاوز ازود الحراسة قول. انا وصلاح كفاية. يعني اطمن؟ ان شاء الله. اتفضل. يلا كل واحد على شغلها. زي الحال. كله تمام. مفيش خناقات ولا مشاغبات؟ مدام ياسمين مش موجودة يبقى زي ما انت شايف. هدوء وكل واحدة في شغلها. هي واخدة اجازة؟ هي دي بتاعت اجازات. دي بتقب وتغطس زي السمك الرحاش. ازيك يا مسافر؟ ان شاء الله تطلع. امال فين ياسمين؟ مش عارفة والنبي يا سي امين. قالت لك انها مش جاية النهاردة؟ هي دي بتقول حاجة. جايز تكون عيانة؟ هي دي بتاعت عيا. دي أتخن عيا بيشوفها إياها. دي عمرها ما قالت قال. أبيع عمري عليك يا جميل. والنبي يا معلم برع أنت كلامانجي وفعلي ما فيه. ليه بقى؟ ده أنا لسه منقطها إمبارح ب20 قاهية. يعملوا إيه؟ ده جوز الفراخ بالشيء الفلان. ولا الحمام؟ حتى الطيور النهاردة بقت بالميزان. وبنفوها برضه في السلوفان. والنبي انت اللي هابك. هما يعني اللي بيلبسوا ويركبوا عربيات احسن مننا في ايه؟ عندهم فلوس اغنيه. واحنا ليه ما نبقاش زيه؟ شويه فساتين ونبقى احسن منه. منين يا حظ؟ نتجوز واحد غني. لما الغني يعرف انك بنت عم حسنين السمكري يعمل ايه؟ ساعتها اعيط واقول له انا فقير سيبني ابعد عني، يهزأ فيا اكتر ويموت في دبازين. مالك يا جميل؟ سكت ليه؟
ما تحسر على نفسي يا معلم. وهو انت ناقصك حاجه؟ ناقصني كل حاجه اكتر من اللي انت فيه. شوف حلو. مين دي؟ دي البت ورده جارتنا اللي كانت بتشتغل معايا في المصنع. اتجوزت؟ اتجوزت ايه يا معلم؟ وقعت على راجل غني كسيب خدع على مصر ومعيشها زي البرنسات. وهدوم ايه وعز ايه ونغنغه ايه؟ ده انا والنبي لما بشوفها بتحسر على نفسي كده. ليه؟ ما تزعليش نفسك، ده انا عينيا ليكي. عينيا ليكي يا ياسمينة. تسلم ايدك يا سيد الرجالة. اقعدي جنب المعلم يا بيت. الله، ايه ده بقى؟ الميه خلصت ولا لسه عطشان؟ الواد بندق زمانه جاي. هو اتأخر كده ليه؟ يكونش بيقطرها على ايديه. اهو جه. هاتي الازازه منه واكسري رقبته. بس اوعي تغلطي بقى وتكسري رقبه الازازه. نعم. هي الانسه ياسمين مش ساكنه هنا برضه؟ أمين أمين. خبيني اعمل معروف. ضربوني، عايزين نقعد مع الرجاله، وانا من يوم ما شفتك مش طايقه اشوف راجل غيرك. خليني اقعد معاك اخدمك. عثمان جوز امي ما عندوش قلب، ما عندوش ضمير، عايز يعملني سناره يصطاد بيها. ما تسيبنيش ما تسيبنيش، خليني جنبك. أنا خايفة. الصبح لازم نتجوز يا حبيبي. مين؟ افتح يا زأمين. ده جوز امي. ما تفتحش. افتح هنكسروا الباب. ابوس ايدك ما تفتحش. ما تخافيش، خليك انت هنا. وديت البت فين يا حرامي يا نصاب؟ زنوبة. حاضر، مش هتكلم، بس اطمن عليها، دي بنتي الواحدة ليا. ياسمينة موجودة، اتفضلوا. موجودة؟ يا انصف يا انصف يا انصف. وطي صوتك يا ولية. طب انت عنده يا عثمان. طب وطي صوتك، مالك فضايح كده برضه يا ياسمينة؟ تضيعي مستقبلك مع واد صايع. ممكن نتكلم بهدوء؟ هدوء؟ تسرق البنت عن عينك وتقول لي هدوء؟ انا ما سرقتهاش، ده جواز على سنة الله ورسوله. اتجوزتها كمان؟ يا لهو يا لهو يا لهو. لا يما لسه ما اتجوزناش. ما اتجوزتوش؟ يا لهو يا لهو يا لهو. محدش يقرب منها، سامعين؟ لا بقول لك ايه، ده احنا نقطعوك حتت وندفنوك في سبع ارض. هتجوزها يعني هتجوزها؟ خلانها امها وجوز امها مش موافقين. هي حاجه عافيه يا اخواتي، هاتوها اللي لازقه جنب منه دي، هاتوها قدام يا بت.
بقول لك قدامي. هتمشي معانا ولا بلغوا البوليس والنيابه؟ انا همشي معاه. لا بالذمه ايه؟ بقول لك قدامي قدامي يا بنت قدامي. تشكر يا اخ. عملت ايه يا حسين؟ فضلت عندهم يجي ثلاث ساعات بحاول اقناعهم مفيش فايده. مش عاوزين يسمعوا سيرتك ابدا. طبعا لاني كشفتهم. عايزين يتاجروا فيها. على العموم نسيبهم شويه. بص لنفسك يا امين. فكر في شغلك ينسيك كل حاجه. منعوها من المصنع. بنتهم وهم احرار فيها. لا مش ممكن حاسبها. دول اوباش كلهم. بيستغلوها لمصلحتهم. انت مالك يا سيدي؟ حرام حرام. انا بحبها. اوه كلنا حبينا ونسينا. لكن انا مش قادر. دي اول واحده في حياتي. في ايدك اتعب. اقف جنبها ارحمها من العذاب اللي هي فيه. هتتعب نفسك اوامر. دي غلبانه والنهارده ملهاش حد في الدنيا غيري. بقول لك يا امه هروح اجيب نص كيلو بن واجي. ما تتاخريش انا مستنياكي هنا. حاضر. اربع ايام وانا بلف حوالين البيت عايز اشوفك. ازاي بس؟ باي طريقه. انا موضبه بنفسي ساعه ما تقابليني هنتجوز. ايوه انا خايفه عليك. لما يلاقوا نفسهم قدام امر واقع هيسكتوا. احنا مش بنحب بعض. امي جايه. طب لازم اشوفك. يوم الخميس الساعه 11 عندك في البيت. يلا. بتعملي ايه؟ تعالي. كلام برضو يا امين. عندي مشوار مهم يا صلاح. ما احنا ورانا مشاوير مهمه برضو يا اخي. معلش يا صلاح اصل اخويا اللي كان في المانيا رجع النهارده. هقعد معاه ساعه زمن وارجع لك. والساعه الجر ساعه زي كل يوم. عيب كلمه شرف. احنا دلوقتي 11 الا ربع 12 الا ربع هكون عندك. الامر لله. اتفضل يا سامي. كتر خيرك. Thank you.
كنا هنقفل يا سمير. الوشطة شاف نور الشباك منور. هي الساعة كام دلوقتي؟ 12 إلا ربع. ده منهور لمين؟ رجاله البيه. مين هو؟ انت عاصم الدمنهوري. في انهي حته؟ هو اتبلغ ياسمين هناك. اخرس يا كلب. بقى مرت ما كانت بعدك الساعه 11 عشان تفضل مستنيها وتروح هي تقبض ثمن البضاعه. مش ممكن مش ممكن. مش مصدقني؟ هم مستنيين مني تليفون. تعال اكلمهم. الو انا بسيوني. ايوه بيه انا بسيوني. كله تمام. ايوه تمام. بس عايز اكلم ياسمينه. ايوه بسيوني. عثمان راح دمنهور. مبروك يا عاصم بيه. الرجاله هيستلموا البضاعه. طب يا بسيوني نتقابل في البيت. عنوانهم ايه؟ 33 شارع الشاطبي. بلغ النقيب طارق وانا رايح لهم حالا. ايوه صلاح. ايه امتى؟ طيب طيب امال فين امين؟ انت وشك حلو على الشغل. ده من ذوقك يا عصام بيه. لا ابدا. في ناس كده اول ما بشوفها بتفائل بيها. دي تالت عمليه بتتم بلطافه وسهوله. وانا احب السهوله. وانا احب الفلوس. باي باي يا عصام بيه. مع السلامه. دقيقه واحده. استني هنا. انت مين وعايز ايه؟ امين. مين ده؟ ده ملاحظ امن المصنع. محدش يتحرك. البوليس عامل كمين العربيه وزمانه جاي حالا. كشفتك يا ياسمين يا مجرم. No!
عاصم بيه. عاصم بيه قتلته، مات، ده مات. انت كمان تستحق القتل، لازم اسلمك للبوليس. وين هينوبك؟ لازم اسجنك. ما انت كمان هتتسجن، انت قتلت عاصم بيه. كنت بدافع عن نفسي. محدش هيصدقك، ده انت بتحبني، بتحبني. لا لا كذاب، انا عارفه ومتاكده انك بتحبني، وانا كمان بحبك. تعال ناخد الفلوس ونهرب، دي فلوس تغنينا العمر كله. هنعيش، هنعيش سوا، هنعيش. لا لا، لازم اسلمك للبوليس، لازم. اهلا تسوقي بيه. اهلا. في صحتك يا تسوقي بيه. في صحتك يا ورده هانم. يا جماعة مين البنك النهاردة؟ مفيش غير البنك الأعظم لسوقي بيه. طبعا طبعا، هو في غيره لسوقي بيه. 100 جنيه. احنا فين؟ في أمان، في شقة وردة صاحبتي. وجبتيني هنا ليه؟ وكنا هنروح فين؟ أنا معرفش حد في مصر غيرها. تعالى ما تخافش، احنا طول عمرنا متربيين سوا. اقعد. أنا لازم اسلمك للبوليس. بوليس؟ اتجننت؟ قتل عاصم بيه مظبوط عليك. انا كنت بدافع عن نفسي. محدش هيصدقك، عشان كده انا هربت بيك وجبتك هنا عشان محدش يعرف مطرحك. كد كد. لازم اسلمك للبوليس. امين. فين شنطة الفلوس؟ مين؟ وطي صوتك، صاحبتي وجوزها ما يعرفوش عننا حاجة. البوليس، لازم اسلمك للبوليس. بوليس؟ بوليس ايه يا سعيد بيه؟ اصل عايز يبلغ البوليس على العربيه اللي صدمتنا. الحمد لله اللي جت على كده، ده انت كنت في خطر، كنت في حاله نزيف شديد قوي. تعال يا سعيد استريح. سعيد تعال، وارجوك ما تقومش من السرير، اعمل معروف. تعال عشان خاطري ما تقومش بقى من السرير. اسمع الكلام وهودها، دي كانت هتموت نفسها علشانك. لازم اسلمها للبوليس. بوليس ايه؟ ما دمتم مش عارفين نمرة العربية. أنا قلت له كده برضه. ما كانش يجب أن تقوم من السرير. يا ده حرارته مرتفع جدا، لازم نجيب له دكتور. لا لا أرجوك. إحنا عملنا الإسعافات الأولية، لكن الدكتور برضه يطمنا. ليه ما هو فاقه بقى كويس أهو. في مانع الدكتور يشوف؟ لا طبعا. بس هو لو نام شوية الحرارة هتروح وهيصحى كويس. أنت قادرة. 100 جنيه أكبر مبلغ خدناه من الجنيوت. الظاهر إن صاحبتك وشها حلو علينا. من أيام ما كنا سوا في المصر كانت شقية، شقية موت، لكن دمها خفيف. ربنا يشفي لها جوزها، ما لحقوش يتهنوا بشعر العسل. أنت برضه مصدقة حكاية العربية؟ يا سلام عليك، بطل شك بقى. ما يخافش من الدكاترة إلا المجرم الهارب. يا شيخ حرام عليك، بقى ياسمينة وجوزها مجرمين. أنا أشم ريحة المجرمين على بعد 500 كيلو.
اصلا انا عندي حساسات زي المنجمين. يا سلام، كذب المنجمون ولو صدقوا. طب ايه سر الشنطه اللي عندها تخم مليانه فلوس؟ وعرفت ازاي؟ مش قلت لك انا عندي حاسه سادسه؟ انا بشم ريحه الفلوس على بعد 500 كيلو. المهم سوي بيه معجب جدا بصاحبتك ياسمين. والنبي ايه؟ ده كان هياكلها بعينيه. والله كنت طفحتها له. ليه؟ ما كل شيء بحسابه. ايوه، لكن لكل شيء اوان. وهو كله بثواب. انا عالم المؤاخذة راجل مؤمن. مؤمن بالله الواحد الاحد. رد على السؤال، ايه العلاقة اللي بينك وبين امين محمد حسني؟ خطيب بنت ياسمين، وبينه وبينه حبل ثقة ورباط مودة. امال ليه بتقول انه خطفها وعايز تثبت في المحضر وقعة الخطف؟ لانه لازم يتجوزها برضايا. رضا الوالدين كبير قوي يا بيه. صلاح مساعد الامن بيقرر انكم هاجمتوه وكتفتوه، وان امين حاول يقبض عليكم. ده تمثيل في تمثيل. الاعتراف بالحق فضيله. خطيب بنت يطلب مني اللوري عشان ينقل بضاعه، ارفض ازاي؟ ده انا حتى بقليل الاصل. يعني امين اللي طلب منك فتح المخزن ونقل البضاعة. ايوه، وبالامارة قال لي ما تسألنيش عن السبب. وما سألتوش؟ اسأله ازاي؟ ده خطيب بنتي، ده انا حتى بقليل الاصل. وقد اقفلنا المحضر في تمام الساعة 12:00، وقررنا القبض على ضابط الامن امين محمد حسني. هبقى مجنون لو سمعت كلامك. انا طول عمري راجل شريف، عمري ما مسكت بايدي قرش حرام. ليه عايز تضيع الفلوس يا ايرينا؟ فلوس وربنا بعتها لنا. فلوس حرام. بس هتغني العمر كله. لا لا. امين، انا بحبك. ومش ممكن اخليك ترمي نفسك في السجن. احنا مالناش غير السجن، اوعي سيبيني. انا لازم اسلم نفسي. المحكمة حضوريا بإحالة أوراق المتهم أمين محمد حسني إلى المفتي. عشت لحظة من غيرك. ازاي ترمي نفسك في السجن بقية عمرك ويمكن يحكموا عليك بالاعدام؟ هنفضل ماشيين نبص ورانا
مشلولين مرعوبين. بدايتك هنعيش وهنخرج. بس طوعني 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 يا امين. ايه رايك؟ اظن كده مش ممكن حد هيعرفني. مش ممكن. انا مش هنفطر مع الجماعه. انا ما عنديش استعداد استنى هنا دقيقه واحده. حاضر. نروح اي مكان تاني. يلا بينا. حاضر. مدام صباح الخير. احنا اسفين يا جماعه، جوزي فريد مصمم ان احنا نسافر. اخص عليك يا ياسمين، بقت مني بحبك تاذيني. اعمل فيكي معروف يكون ده جزاتي. اتفضلي، صورة جوزك منشورة في الجورنال، البوليس بيدور عليه. خدعتوني، قلبتوا العار لبيتي، كرامتي اتمرمطت في الطين، رحنا في داهية علشان طيبة قلبك. فلوس؟ أنا مش بتاع فلوس، الورق ده ملوش أي قيمة عندي. سمعتي اغلى من اموال الدنيا كلها. مبسوطه كده يا ستي ورده؟ صحابك عاوزين يشتروني عشان اسكت على جريمتهم. بره، اتفضلوا بره بره بره. غسان، طب خلي ياسمينه، البوليس ما جابش سيرتها. اعمل معروف يا غسان، دي غلبانه وهتتبهدل معاه. ياسمينه؟ اه. طيب بس هو يمشي. ياسمينه استني. ما اقدرش اسيب امين، انا خارجه معاه. تبقي مجنونه، البوليس بيدور عليه في كل حته. طب ما تخلونا احنا الاثنين لغايه لما الجو يهدى. وحياتي عندك يا غسان، خليهم وبالشروط اللي تريحك. اتفضلوا وهو كله بثوابه. اقوال عثمان فيها مغالطه. صحيح امين اتقدم علشان ياخدوا بياسمينه، انما عثمان رفضه، وكل الشهود بتؤكد ان ما كانش في اي تفاهم بينهم. لكن هو قال ان بينهم وبين بعض حبل ثقه ورباط موده. مش ممكن، مش ممكن انسان طيب وشريف زي امين يتحول بالسرعه دي الى مجرم خطير. طب ليه اختفى من يوم الحادث؟ ايه اللي خلاه يهرب مع ياسمين؟ فيه لغز غامض لازم ينكشف لنا. عموما يا فندم انا بعت اشاره باوصافه لجميع الاقسام. ايه رايك يا فريد بيه؟ فريد؟ ايوه اسمك الجديد، اوعى تنساه. فريد شاكر، بطاقه عليها رقم 28280. الو مدام فريد. الله الله حيب، شيل اللبان. ايه رايكم؟ حورية نازلة من المريخ. وش معنى المريخ؟ علشان مفيش بني ادمين في القمر. نشرب بصحة العين السعيدة. فري كاسك. لا انا ما بشربش. معلش. مش معقول ده انت انسان جديد. لا مش جربه عشان خاطر وحياتي. يلا علشان خاطر الست. يلا الكاس التاني مش هتكح ابدا. لا 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 كفايه ارجوك يا راجل، عيب اشرب. احنا ضايقناكوا كتير وبقول ان اجر شقه انا وياسمينه. ليه؟ عاوز تروح سجن برجي؟ هنا اضمن مكان، بيت شريف، محدش هيشك فيكم ابدا. بس هنفضل كده محبوسين؟ لا 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 لا، خرجوا اتفسحوا، محدش هيعرفكم. بس الاحتياط واجب. صحتك. صحتكم.
اتنين عصير الليمون. ويسكي. ويسكي ويسكي ازاي بس؟ ازازة ويسكي بسرعة يا ريس. احنا اتفقنا ننسى اللي فات كله مع عصير الليمون والخروب والعرقسوس. احنا طردنا من جديد يا فريد بيه. يلا ويسكي ويسكي. مالكش دعوة، قوم انت بس هتلاقي نفسك بترقص من الفرحة. قوم يا جدع. بالملاك بالسحر كله بالطعامه بالزرافه باللط. فريد بيه شاكر تاجر استيراد وتصدير. اهلا وسهلا. اهلا بيه. انا بحسدك يا فريد بيه. امسك الخشب. ما تتفضلوا يا جماعه، انا جاي مستوي. طب الهانم تلعب؟ لا يا حبيبي ما بتلعبش الا معايا، ولعبي غير لعبكم. ايه المانع يا فريد بيه؟ ما نسيبها تجرب حظها. عشان خاطر غسان بيه. اتفضلي. يلا اتفضلوا. تسعة. هايل. برافو. حظها بوم. تلعب يا فريد؟ طبعا يلعب. ده انت وشك حلو عليه. ولا اقول لك انا حظي ماشي، هلعب بدالك. ليه؟ هو اتغير؟ يلعب بنفسه. كارت كارت. كارت. تسعة. كسرت القاعدة وأصبحت سعيد في اللعب والحب. ايه
بتحلم فيه؟ خايف اصحى من الحلم اللي عايش فيه. خلاص خليك نايم على طول. مش معقول هنفضل عايشين بالشكل ده. واللي يمنع؟ فلوس ومعانا زي الرز وزادت كمان. انت كل يوم بتكسب 100 جنيه. مش هيجي يوم وتخلص. قصدك ايه؟ انا بقول نفكر نعمل مشروع اي حاجه للمستقبل. وماله؟ فكر يا حبيبي ونفس. وانا تحت امرك. قوم ارقص بقى. يلا. ظابط المباحث. يلا ياسمينة. ياسمينة. أيوة. لو سمحت. صباح الخير يا فريد. فين ياسمينة؟ ياسمينة؟ هي مش نايمة معاك؟ لا صحيت ما لقيتهاش. ايه؟ اتخانقتوا سوا؟ ابدا، ده احنا طول الليل سهرانين نفكر في مشروع نشغل فيه فلوسنا. مشروع؟ قالت تلاقيها لافت الفلوس راحت تعمل مشروع لوحدها. كنت فين يا ياسمين؟ كنت بسرح شعر عند الكوافير. شوف يا ورده، نقيت لك الحته دي على ذوقي، على الله تعجبك. يا حبيبتي كفايه بقى، جبت لنا حاجات كتير. اي شعري. ما تعمليش كده تاني ابدا ابدا ابدا. عملت ايه؟ ما تخرجيش وتسيبيني لوحدي. خايف حد يخطفني؟ انا لما قمت دورت عليكي ما لقيتكيش، كنت هتجنن. اوعي تخرج من غير ما اعرف. اوعي يا ياسمين. ايه؟ لازم اخد اذن؟ ولا حتى باذن. مش عايزك تبعدي عني لحظه واحده، خليكي معايا على طول. انت حبيبي. البنت ياسمينة ذوق هيجنن. يا فرحتي، وانت غرك شويه تدايه ملهاش وزن ولا قيمه. يو انت طماع قوي يا غسان. انا عمري ما كنت طماع، بس انا شايف ان الصيد هيفلت من الشبك. هم دلوقتي ابتدوا يفكروا في المشاريع. طب وناوي تعمل ايه؟ هناخد الفلوس. تسرقهم؟ اعوذ بالله. لا لا لا، هناخدهم بطريقه شريفه. ازاي؟ البنك 1000 جنيه. بنكو سولو. ما تخف شوية يا أمين. ما تخافش. كفاية بقى. الحظ معايا. أبختك يا سيدي يا هناك. ثمانية. تسعة. Thank you.
اظن كفايه 4000 جنيه. عاوزين نشطب عليه الليله. اتفضل بالورق. شوف الجو. اتحرك شويه. كفايه لعبه كفايه. عوض الفلوس اللي راحت. اللي يروح ما بيتعوضش. هنجيب غيرها. منين يا حاج؟ من السرقه؟ ما راحوا ولا كانوا بيسرقوا. السرقه حرام. انا هعوض ده كله من الحلال. انت بقيت لا تنفع لا في الحلال ولا في الحرام. لو الفلوس دي ضاعت هضيع انا كمان. انا هربانه من الفقر. ليه عايز ترجعني ليه تاني؟ مش راجع. مش راجع. فاهم يعني ايه مش راجع؟ امين. ايه يا امين؟ انت نسيت المشروع اللي كنت بتفكر فيه؟ ايه يا جماعه؟ مالكم؟ في ايه يا سمينه زعلانه ليه؟ مش عايزاه يلعب. مالكش حق. ما دام هو عايز يلعب سيبيه، ده ممكن يعوض كل اللي خسره في كو واحد. تعالي اقعدي معانا. مش عايزه اقعد مع حد. أنا بقالي 10 سنين بلع، ما شفتش حظ وحش زي حظك اللي لازم. وردة، أنا هنام في أوضتك. أوعى تسيب إيدي. لا لا ما تدقش، سيبها. هي زعلانة عشان الخسارة. بكرة تروح. ياسمين الشباك. فين ياسمين؟ نزلت تسوق مع وردة. تعالى. ايه في ايه؟ الواقف ده مخبئ. ايه؟ بقاله 3 ايام. وما قلتليش ليه؟ ما كنتش متأكد. اسمع. أنت تمشي من هنا حالا. أروح فين؟ إيه ده؟ مفتاح شقة مفروشة. بتاعتي برضه. أضمن ليك ولينا إحنا كمان. طب وياسمين؟ المهم إنك تختفي أنت بأسرع ما يمكن. بس هي لازم تيجي معايا. طمن، البوليس لو شافها مش هيمسكها. ولما تيجي أبعتها لك، بكرة بعده مش مهم. يلا يلا بسرعة، روح غير هدومك وانزل من السلم الوراني، وما تنساش شارع التوفيقية نمرة 15. بيجي جايب لك ايه؟ ما تبقيش عبيطه، دي فرصه. واحد زي ده بيحاول يتقرب لك، ليه لا؟ اللي يجي منه احسن من عينه. والنبي تسيبيني في حالي. وحالك ماله بقى؟ طب ده انت حلويتي ورديتي من يوم ما بعد عنك. انا عايزه الدنيا كلها تبعد عني. هشوف ايه اكتر من اللي انا شفته؟ كان معايا بدل الجنيه 1000 وعملت بيهم ايه؟ مش صاحبك؟ لو كان ده راجل زيي. كلهم زي بعض. انا كرهتهم، كرهتهم. لا يا ياسمين، انت حبيتي، حبيتي امين ومش قادره تعيشي من غيره. هي دي الحقيقه.
انا ما حبيتش حد وعمري ما هحب. انا كرهت الدنيا كلها وكرهت نفسي. انا عايزه اموت، عايزه اموت. الله، امال فين القمر؟ فوق السحاب يا سيدي. قصدك ايه؟ مش راضي. غسان ولا يهمك تسوق بيه، محسوبك لين الحديد يسيحه. وريني شطارتك بس اوعى تسيح انت كمان. الو، اهلا يا فريد، ازاي؟ خير؟ عايز اكلم ياسمينة. هي فين؟ نايمة يا فريد، مفيش داعي صحيها، أصلها تعبانة شوية. فريد، ها؟ إذا كنت عايزها في حاجة قول لي، ولما تصحى ما جاتش ليه زي ما قال غسان؟ أنا جاي أخدها. جرالك إيه يا فريد؟ إحنا خايفين عليك. البوليس مراقب البيت ليل نهار. طب بس إهدى، لما تصحى خليها تكلمك. شوفي شغلك. مش عايز تقعد معانا ليه يا جميل؟ تعبانة يا غسان. بس احنا محتاجين عادتك، ومن غيرك بنبقى يتامى حزانة. وجودك معانا بنورنا. قومي يا شيخة، قومي، يلا قومي وفرفشي. مش قادرة. ده انت هتقعدي مع دسوقي بيه، الراجل الكسيب الكريم، ولا انت مش واخدة بالك؟ لازم تسيسي الامور وتيجي على نفسك شوية. قصدك ايه؟ ضحكة، كلمة، الراجل ما بيطلبش اكتر من كده. هو يعني هياكلك؟ قومي يا اموره، قومي يلا غيري هدومك وتعالي بسرعه. يلا. يا ترى فاكرني؟ عاصم الضمنهوري صاحب الفلوس اللي خدتها انت وياسمينة وهربتوا. ادخل واقفل الباب وراك. طبعا انت مندهش لوجودي. يا ترى كنت فاهم اني مت؟ اطمن، عمر الشقي باقي. انا لما رحت المستشفى ما جبتش سيرتكم، حاولوا يعرفوا مين اللي اعتدى عليا، لكن انا كنت حريص جدا. ها لسه ناوي تقبض عليا؟ انا تحت امرك يا سياده الرقيب. ولا تحب انا اللي اقبض عليك؟ ابلغ البوليس. مفيش داعي، التفاهم احسن. وانا راجل مسالم دايما. بصراحه انا دورت عليكم كتير، ومن محاسن الصدف اني شفت ياسمينة في المحل التجاري، وهي كمان شافتني، وبذكائها تصورت انها قدرت تهرب مني، مع انها وصلتني لغايه باب العماره اللي سيادتك مستخبي فيها. ما رضيتش اطلع، ورفضت اني ابلغ البوليس، لان البوليس مش هيرجع لي فلوسي. المهم انا عايز الفلوس، لانكم خدتوها بدون وجه حق. انت عارف ان البضاعه كلها اتمسكت. فين الفلوس؟ الفلوس خلصت، خلصت كلها. مش معقول. ليه؟ كنتوا بتاكلوها؟ صدقني مفيش منها ولا مليم. مش هصدقك. ما هي ياسمينة واللي زيها يخربوا بلد، يفنوا جبال من الذهب. وناوي ترجع لي حقي ازاي؟ ما اعرفش. اشتغل وسدد اللي عليك جزء جزء. اشتغل فيه. انا تاجر كبير وليا سمعتي في السوق. ما عنديش مانع. تعجبني. تعرف وسيد العارفين ان المخدرات بتكسب ذهب. مخدرات؟ مفيش قدامي غير طريقين، يرميك في السجن يا شغلك معايا. وانا كمني معجب بيك، هختار لك الطريق التاني. مش ممكن، مش ممكن. لا ممكن قوي. عشان تحتفظ بياسمينة
لازم يكون عندك فلوس، فلوس كتير وباستمرار، حنفية مفتوحة. إذا اتقفلت الحنفية اتقفل قلب ياسمينة. ها قلت ايه؟ قلت ايه؟ اوكي عنواني اهو، اتصل بيا في اقرب وقت. ما تخلينيش اغير رايي فيك لاني حبيتك. ازاي تسوقي بيه؟ ملوش لزوم. ليه؟ احنا ولا اللي قاعدين في محزانه. الله جرالك ايه؟ ما تعقلي امال. الله ايه اللي جابك دلوقتي؟ عايز ياسمين. عاوز ياسمين ولا عايز تودينا في داهيه؟ فين هي؟ انت لها وهم. وطي صوتك. اوعى. انا حذرتك من التور ده قبل كده. انت مجنون. استنى. ارجع يا مجنون ارجع، في ناس محترمين عم. لو حبيتك محدش يتحرك مطرحه. احنا اصدقاء بنتسلى، ده لعب بريء. احنا مراقبينكم من مده، وشقتك حسب المعلومات مفتوحه للقمار واغراض تانيه. اتفضلوا كلكم معانا. ما تخافيش اهو كله بثوابه. معاك فلوس؟ انا سبت كل حاجه. هنروح فين دلوقتي؟ عند اخويا شكري. اطلع عزت على مدينة المهندسين. مين يا ثنية؟ أنا يا أمي. أمين. ازيك ازيك يا ابني؟ ازيك؟ ازيك يا أمي؟ ده كلام؟ تروح وتقول عدولي؟ مشاغل. شكري شكري؟ أمين أخوك وصل. ازيك يا شكري؟ الله يسلمك يا فندم. عايزك شوية عن إذنك يا أمي لو سمحت يا باشمهندس. أفندم مقابلتك خلتني أندم على إني جيت هنا. وإيه فايدة الندم؟ أحب أفهمك إن أمك ما تعرفش عنك أي حاجة، لأن لو قلت لها. كل إنسان وعنده ظروفه، واللي جرالي ده كان مكتوب. أعمل إيه؟ أمين أخويا الكبير صاحب المركز البسيط والاسم العظيم اللي كنت بفتخر بيه في كل حتة يصبح النهارده مجرم مطلوب القبض عليه. زرعت فيا المسل والمبادئ الشريفه لحد ما بنيت مستقبلي وكونت حياتي عليها، وبعدين جاي النهارده تهد كل ده في لحظه. المفروض اني ابلغ عنك حالا، لكن عشان خاطر المسكينه اللي بره دي هقفل بقي هسكت. بشرط انك تكون راجل تواجه المشكله، تروح لأقرب اسم بوليس وتسلم نفسك. أمين. يمكن تكون محتاج.
ليه يا أمين؟ أمين كل الناس بعدوا عني، حتى أخويا، حتى أمي. سيبني وروح لهم ما دام كلهم بعدوا عنك بسببي. اتفضل. اتفضل. بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد الوقت ما فات خلاص؟ لا ما فاتش. ما هو مش ممكن هتبعدي عني. امين انا اخترتك عشان تساعدني، فقرتني اكتر واكتر. انا عايز اخرج من هنا يا اخي. سيبني سيبني. أنا سوري مسيو، الأجرة، أنا في المحطم لازم تديني الفلوس. طيب حاضر يا مدام. إمتى؟ بكرة بكرة. طب مالي بكرة بكرة إيه ده؟ أظن أنت مبسوط من الحبسة اللي إحنا محبوسينها دي، عايشين من أربع حيطان، خايفين، مرعوبين، مش لاقيين لقمة ناكلها. أمين، إحنا لازم نسيب بعض. مش يمكن ألاقي واحد غيرك يساعدني؟ واحد غيري مش ممكن. مش ممكن. مش ممكن ليه؟ هو بالعافية؟ يا اخي مش عايزاك، مش عايز اعيش معاك. انا كنت اقتلك واشرب من دمك. عارفه ومتاكده نهايتي هتكون على ايديك، عشان كده ههرب، ههرب من الموت، ههرب منك. ما تقوليش كده يا ياسمين، أنا هشتغل، هشتغل واجيب فلوس وأساعدك طول حياتك. ادي 1000 جنيه. احنا متفقين على 2000. انا خصمت 1000 من الدنيا اللي عليك، لسه فاضل لي 9. لكن ازاي قدرت تنفد من طريق السويس؟ بعت اخباريه ضللت بها البوليس، وزمانهم اكتشفوا ان الحكايه كلها كدب كدب. طبعا يا عم، ما انت فاهم شغلهم. ارسم انت وانا عليا التنفيذ. انا محتاج فلوس. قريب قريب قوي هجهز لك لعبه جديده. يا مدام روز، انت يا مدام مين؟ مش فريد فين؟ الزفت لسه ما جاش؟ زمان جايه. وراح يجيبه منين؟ من المريخ؟ عند باب مشي بولاناكي. بولاناكي بولا زفت بنسيون ده ولا بوظه؟ ايه مدام؟ قولي بيت ايه ده؟ بسارة نرفة كتير، سارة ايه ده؟ معلش يا مدام روز. كنت فين؟ اسأل ليه؟ الساعة كام دلوقتي؟ معرفش، اشمعنى عمري ما سألتك؟ ما انت خارج داخل على كيفك. منين دول؟ بشتغل. اشتغل فين؟ في جهنم مع الشيطان. شياطين كتير، أنا شيطان فيهم. اللي كنت بتشتغلي معاه عاصم الدمنهوري، أوهمتيني إنه مات، وأنا من تغفيلي صدقتك، مع إن الشياطين ما بتموتش. أنت خفتي تقولي لي لا أغضب منك وأسيبك.
لك لا يا سمين، انا بحبك ومهما حصل منك هغفر لك واسامحك لاني بحبك. مالك انت ليه بعيد عني؟ احنا بقينا اغراب عن بعض، ما تصدقش الوهم اللي احنا عايشين فيه. فلوسك دي انا مش عايزاها. ياسمين انا بعمل ده كله عشانك انت. حاول تعمله لواحدة تانية. انا خلاص ياسمين، انا خلاص ياسمين، انا مستعد اعمل اي حاجة في الدنيا عشانك، بس ارجوكي خليكي معايا، خليكي معايا، ما تسيبينيش ما تسيبينيش يا ياسمين، ما تسيبينيش. اتفضل اتفضل. ها سمير، هتقول لنا ايه الليله؟ حاجه حلوه هتعجبك. طب اتفضل. اهلا 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 خطوه عزيزه، وحشتني يا عاصم بيه. ده انت اللي وحشتينا. اتفضل. فريد بيه شاكر، مدير مكتب الاستيراد والتصدير وحرمه. دكتور حسني، مهندس عبد الخالق محسن بيه. سمير صبري. مين سمير صبري؟ ما تعرفوش؟ ايه ده؟ لعيب كورة؟ كورة؟ يا سلام، ما بتسمعش إذاعة؟ ما بتشوفش تلفزيون؟ يا سيدي، لعيب كورة في النادي الدولي. كده. شكرا. تعالى يا فريد، أنا عايزك. أنا إذنك. قلبي ده كان خالي، مفيش عيون شغلاني، حبيبي ده شغل بالي وخلي قلبي معاه. انا قلبي ده كان خالي، مفيش عيون شغلاني، حبيبي ده شغل بالي وخلي قلبي معاه. الله الله عليها الله، محبة قلبي والله سوا اهوى انا بهوى بهوى بهوى. الورد هو عبيره والبدر هو طياره، حبيبي ما جميل غيره جماله يا محلى. الورد هو عبيره والبدر هو طياره، حبيبي ما جميل غيره جماله يا محلى. الله الله عليها الله الله، محبة قلبي والله سوى أهوى أنا بهوى بهوى بهوى. توفيق ابو الدهب، فريد شاكر اللي هيستلم منك البضاعه. اهلا وسهلا، معرفه خير ان شاء الله. هتستلم على دفعه واحده ولا تخليها على كذا مشوار؟ ايه رايك يا فريد؟ بضاعه بمئة الف جنيه على مشوار واحد. على بركه الله. امتى؟ حد عاصم بيه تليفون بعد بكره الساعه 9 بالظبط. على بركه الله، استاذن انا بقى. السلام عليكم. مع السلامة. لا لا خليك انت، خليك ما تتعبش نفسك. ايه رأيك يا بطل؟ كله ماشي. هو ماشي بعقل، ده اكسبريس. بس انت شايف ان كمية زي دي ممكن ننقلها دفعة واحدة؟ ممكن جدا. شيطان يا امين. مكسبنا كام في المئة الف؟ دي عايزة ورقة وقلم. ممكن يكون مكسبنا فيها الضعف. ازاي؟ هديله 100,000 جنيه أوراق مزيفة، وساعة التسليم مش هيلحق يفرز الفلوس. شيخ الشياطين بالنسبة لك تلميذ في حضانة يا أمين. أنا سعيد أوي إني شفتك وكلمتك، أنا معجبة بيك أوي يا أستاذ سمير. ده أنا اللي سعيد، ما كنتش متصور إن ليا معجبات باللطافة دي والحلاوة دي والطعامة دي. عيونه دي
غسلاني دوام غسل البال حبه ده خلاني والهان انا والهان عيونه دي غسلاني دوام غسل البال حبه ده خلاني والهان انا والهان الله الله عليها الله الله محب قلبي والله سوى اهوانا بهواه اهواه بهواه الله 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 أنا قلبي ده كان خالي مش عيون شغلان حبيبي ده شغل بالي وخدلي قلبي معاه أنا قلبي ده كان خالي مفيش عيون شغلان حبيبي ده شغل بالي وخدلي قلبي معاه الله الله علي الله الله أما بقلبي والله سوى وأنا بهوى 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 الله علي الله ازيك؟ وحشتيني، اتفضلي. بصراحة أنا مش مصدق عينيا. قولي ليه؟ ليه؟ ياما وعدتيني وخلفتي. ظروف. قد كده صاحبنا شغلك؟ أبدًا. هو لا دايمًا مشغول، ولا قاعدة لوحدي. وأنا بقى فاضي وتحت أمرك. مش هخليكي تقعدي لوحدك أبدًا. والنبي يا أستاذ سمير. نعم. أنا نفسي أطلع في التلفزيون، أنفع. الوش الهادي المريح ده، والشخصية الجذابة دي، تتفتح لها كل الأبواب. تحبي تروحي فين الليلة دي؟ أنا نفسي أروح الهيلتون. هوديكي كل حتة نفسك فيها. يا سلام، أخيرا الدنيا ضحكت لي. ياسمينة، ما توقف التلفزيون ده شوية. فاضل دقيقتين والبرنامج يخلص. أنا قلبي ده كان خالي مش عيون شغلان حبيبي ده شغل بالي وخدلي قلبي معاه. انت يعني بقيتي مغرمة قوي المزيكا. أعمل إيه؟ ما أنت دايما مشغول. أي حاجة بتسليني. وأنا يعني بخرج أتفسح، ما أنت عارفة إنه شغل. شوفي لي الشنطة الصغيرة فين. استنى بس. ايه ده؟ النهارده بالذات لازم تكوني معايا بقلبك. اعاهدك بعد العمليه دي هنسافر من هنا، هنعيش في بلد تانيه، ونبقى ناس جداد بحقي وحقيقي. المره دي لو كان عاصم قولي له اني جاي في السكه. الو،
البرنامج؟ كنت قدام الكاميرا وصورتك قدامي، عشان كده كنت بغني بقلبي وروحي يا روحي. هكلمك بعد شوية، مع السلامة. مين ده؟ دي الخياطة، أصلها عايزاني أروح أقيس الفساتين، قلت لها تيجي هي، ماليش نفس أخرج. هتتأخر كتير؟ تلات أيام. ياه، كتير قوي. أمين، مش عارفة أنا ليه قلبي مش مطمن. ما تخافيش، أنا بعت إخبارية للبوليس زي العادة. هتوحشيني يا حبيبتي. مع السلامة. اتفضل. ايه رأيك في البلاغ ده؟ بصراحة يا فندم أنا عندي شك. أنا عندي معلومات من مصادر موثوقة إن التسليم هيتم عن طريق المنيا. والإخبارية بتقول إنهم غيروا الخطة وهيتم التسليم عن طريق المعادي. قصدك تكون على سبيل التضليل؟ حصلت معايا مرتين قبل كده. وده بيؤكد لي حقيقة إن اللي بيبعت الإخباريات دي فاهم طبيعة عملنا. عموما إحنا نجهز نفسنا في الطريقين عشان ما يكونش فيه أي نوع من أنواع الخداع. تمام يا فندم. العملية دي هيكون لك فيها نصيب الأسد. كله من خيرك. وناوي تعمل إيه بالفلوس؟ مشروع تجاري لياسمينة عشان أضمن لها حياتها. نصيحة من أخ بيحبك، فكر في مستقبلك واضمن حياتك أولا. ما هي كمان تعبت معايا. ما خبيش عليك، رجالتي شافوا ياسمينة مع الممثل سمير. خليك حريص، هو على الطب. إيه؟ ميعاد جه. ما تسلموش حاجة يا رجالة. خي عليك يا عاصم، بتخمني؟ جايب لي فلوس مزيفة؟ محدش يتحرك، ركبوا العربية. مصر، بلغوا نقطة الحراسة.
ياسمينة. ياسمينة. ده وقت الحساب، البوليس ورايا، لازم نهرب. اهرب لوحدك. وانتي؟ عايز نضيع عمري زيك؟ هربانة؟ لا لا، مش عايز اهرب. عايزة تفضلي هنا عشان انتي بتحبيه؟ دي مسألة تخصني انا. كلمي قولي انتي بتحبيه؟ انت عايز مني ايه؟ مش سايبني وبتجري ورا الفلوس؟ اجري وراها، مالكش دعوه بيا. ما هو كله عشانك. مش عايزاك، مش عايزه فلوسك. طب ما قلتش كده ليه من الاول؟ كنت خايفه منك، حاولت ابعد عنك. انت اللي بتجري ورايا، ما تسيبني في حالي. اذا كنت عايز تقتلني اتفضل. أنا مش عايز أقتلك، أنا بحبك. أنت كمان ما تقدريش تستغني عني، إحنا بنحب بعض. فكري في الأيام الحلوة اللي عشناها سوا. ذل وخوف ورعب وعذاب، كفاية كفاية. مش هترجع تاني، هتنسي كل اللي فات، هنعيش سوا من اول وجديد. يا امين انا مش عايزاك، مش عايز اعيش معاك. بعد ما ضيعتي مستقبلي، بعد ما حولتيني من انسان شريف لمجرم. انا ماليش ذنب. هو انا ضربتك على ايدك وقلت لك حبني؟ انت اللي جريت ورايا، انت اللي اخترت الطريق ده لنفسك. اتحمل غلطتك، خليك راجل. هتهربي معايا؟ عايزني اخدعك واقول لك اني بحبك؟ لا لا، انا بكرهك. سامعني؟ بكرهك. اوعى سيبني يا اخي، بكرهك بكرهك، مش عايزاك مش عايزاك مش عايزاك، بكرهك.